السلام عليكم. فاجعة بن غرير، 4 قتلى، هم أطفال، و16 جريحا، 5 منهم في حالة خطيرة. تلكم حصيلة حادثة اصطدام قطار بحافلة للنقل المدرسي. ووقعت الحادثة مساء أمس عندما صدم القطار حافلة للنقل المدرسي في ممر سككي غير محروس على مستوى ضواء صديق الروم قرب مدينة بن غرير. وعلى إثر هذا النبأ الأليم، بعث جلالة الملك محمد السادس ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا المكلومة وإلى المصابين، ضمنها مشاعر تعاطف جلالته معهم ودعواته إلى الله العلي القدير بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. جلالته أعطى أيضا تعليماته لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة والعلاج لأسر الضحايا وللمصابين، كما قرر جلالته التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا. وبعض من الأطفال المصابين تم نقلهم إلى مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش. هناك كشفت الفحوصات الأولية أن حالة 3 منهم توصف بالخطيرة. روبورتاج نساب عزيزي، خالد بن قدور، عبد الصدق راسلي. قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل هذا الصباح، 3 أطفال جرحى لا يزالون يتلقون العلاجات الضرورية بعد حادثة أمس. حالات توصف بالحرجة، تتفاوت إصابتها بين ردود على مستوى الدماغ وكسور في الأرجل. وقعوا عندنا 3 حالات هنا في مستشفى ابن طفيل، اللي هما في مصلحة ديال الإنعاش. الحالة ديالهم مستقرة، يعني جرت لهم جميع الفحوصات الضرورية، وحنا حاليا يعني بقيد التحضير لإجراء العمليات اللي غادي نحتاجو على مستوى الكسور اللي عندهم. قسم المستعجلات كان قد استقبل أمس 7 جرحى ما بين 14 و17 عاما. 4 إصاباتهم خفيفة تم إرجاعهم إلى المستشفى الإقليمي ببن غرير، لكن قبل ذلك حاولوا تذكر ما وقع. والله أنا انقطعت، واحد الدري غوت قال ترين هو نقص وعفات الطوموبيلة قاصتنا من اللور، ما عقلتش هذاك الشيء كي درنا، تبقيت هنا تبقينا حيين. غادي بزاف بواحد السرعه ما تصورهاش، ما قدرناش نتلاه. انا شفتو 3 ماتوا ب 30 متر باش بعد من المقطع، لا ماشي حشومه لا ماشي عيب. لا ما عمرنا شفنا حنا هاد الحادثه بحال ما كان، ما كاينش اللي يهضر علينا، ما كاينش اللي يدير لنا شي باريير. الحديد دابا دايما غادي جاي. عائلة الجرحى قضت الليلة في المستشفى تترقب أي تحسن في الأوضاع الصحية. وخارج ابن طفيل، طفلة عمرها 6 سنوات تتلقى العلاج بمستشفى الأم والطفل، وجريح آخر عمره 13 سنة تم نقله إلى المستشفى العسكري، حالاتهما مستقرة إلى حدود الساعة. ومن مستشفى ابن طفيل بمراكش معنا مراسلة القناة نزهة بعزيزي. نزهة، كيف هي أجواء الخدمة الطبية بعد استقبال الأطفال المصابين في حادثة دوار سيدي كروم؟ نعم جاد، إذن أجواء من الحزن والتأثر تخيم هنا على قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل هذا الصباح ومنذ ليلة أمس، لكن في المقابل هناك تجند كامل لمختلف الأطقم الطبية التي تستعد في هذه الأثناء للتحضير للعمليات الجراحية الضرورية التي المنتظر إجراؤها لفائدة الجرحى 3 المتواجدين الآن بمصلحة الإنعاش. هذه العمليات ستجرى هنا بمستشفى ابن طفيل ابتداء من مساء اليوم، وستجرى بالموارد والإمكانيات الخاصة للمستشفى البشرية والتقنية. جاد، بالنسبة للعائلات فهي لم تبرح مكانها منذ ليلة أمس، وقد سمح لها الأطباء بزيارة أبنائها في وقت متأخر من الليل فقط حتى تطمئن قلوبهم. هذه العائلات لمرافقتهم والتخفيف من آلامهم وتخوفاتهم خصص لهم مستشفى ابن طفيل قسما خاصا للتكفل بهم، وذلك بحضور مساعد اجتماعي. نزهة عزيزي، كنت معنا مباشرة من مستشفى ابن طفيل بمراكش. ليلة حزينة أمضتها ساكنة دوار سيدي كروم بعد النبأ الفاجعة، مقتل 4 أطفال وإصابة يافعين آخرين بجروح في حادثة سير النقل المدرسي خلفت جرحا غائرا لدى الأسر والجيران، بل لدى كل التجمع السكاني. روبورتاج حسن الحمادي وعبد الله التابية. لم يصدق أحد ما حدث أمس على سكة القطار المحادية لدوار سيدي كروم. أقارب الضحايا أصيبوا بصدمة عندما قذف القطار حافلة للنقل المدرسي ومن بداخلها،
ما خلف قتلى وجرحى في صفوف التلاميذ، وهذه واحدة تبكي ابنها الذي اختطفه الموت وهو عائد إلى البيت. كملت 12 عام في شهر 11، ولدي عندها واحد، عندها ولد واحد. محمد منظور يبلغ من العمر 13 سنة، المستوى الدراسي السنة أولى إعدادي، نجا من الموت حيث أصيب بجروح على مستوى ساعده الأيمن، وهو يحكي قصة ما حدث. هو من يبقى يقطع السكر ماشينا كتجي منك ولكن هي جاية منك. دابا هو الدراري جاي كيجي راه هذوك يقول لي الفتاح جاي حايدر الترين جاي. هو طالق المزيكا بزاف، طالق الموسيقى، هو يدم جاي بحال هكا قالوا لي الدراري يلا بغيك سيري ويضرب الترين الراس اللوراني ويدقلب كل شيء. ما بغيناش حنا واحد النهار عاوتاني تجي السلطات ويجيو الناس عاوتاني يعزيونا في واحد اخر، بغينا حنا يدار حل. حل غدا ولا بعد غدا يجيو هاد الناس يبداو يديروا باساج انيفو بالناس، بالنسبه للناس يدوزوا. بدوار سيدي كروم توفي تلميذان وجرح ثلاثة، وهو ما حوله إلى قبلة لتقديم التعازي من قبل الأهالي المنحدرين من باقي الدواوير التي تعاني هي الأخرى من غياب الممرات الأرضية والقناطر على سكة الحديد. ومن قلب الدوار المكلوم معنا مبعوث القناة حسن الأحمدي، زرت موقع الحادث، استقيت شهادات من عين المكان، هل لك أن تحكي لنا ماذا وقع بالضبط؟ بالطبع جاد، حوالي الساعة 6:10 من مساء أمس تعرضت حافلة للنقل المدرسي إلى اصطدام كبير من قبل قطار قادم من مدينة مراكش في اتجاه الدار البيضاء. أصابع الاتهام تلقي باللائمة على السائق الذي كان متهورا حيث لم يبالي بالخطر القادم من اتجاه مراكش. مجموعة من المواطنين الذين التقيناهم هذا الصباح أكدوا بأن الإشكال لا يتعلق فقط بالسائق وإنما بالمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يقم باستثمارات منذ سنوات من أجل لتسهيل ولوج الساكنة إلى الدواوير وإلى الطريق الوطنية، بحيث أن هناك الممرة الأرضية غائبة، القناطر غائبة، هناك كثافة سكانية كبيرة ونشاط فلاحي مهم عرفه إقليم الرحامنة في السنوات الأخيرة، وهذه الكثافة لا توازيها مشاريع استثمارية من أجل تخليص الساكنة من هذا الخطر الذي يقتل سنويا أطفالا وفلاحين، لكن لا أحد من المسؤولين كلف نفسه الحديث عن هذا الموضوع حيث التصنع بالمسؤولين عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، لكن لم تلقى أي رد في الموضوع. يبقى السكك الحديدي الرابط ما بين مدينتي مراكش والدار البيضاء نقطة سوداء، حيث خلال السنوات الماضية أنجزنا مجموعة من الروبورتات وتبين أن الضحايا يسقطون في هذا المحور السككي الرابط ما بين الدار البيضاء وبن قرير. حسن الأحمدي كنت معنا مباشرة من دوار سيدي كروم ضواحي بن قرير. أجواء الحزن ذاتها رصدت صباح اليوم في مدرسة ولاد حسون الحمري، صمت مطبق في الأجواء، فالمدرسة تبكي أبناءها. التفاصيل مع حسن الأحمدي وعبد الله التابية. يوم ليس كباقي الأيام بالنسبة لمدرسة ولاد حسون الحمري، أجواء من الحزن العميق خيمت على أطقم وتلامذة المدرسة، فصباح اليوم فوجئ الجميع بالفاجعة التي ألمت بضحايا النقل المدرسي. الفاجعة كانت مؤلمة، ما استطعناش نتقبلوا هذا الخبر المؤلم اللي نزل بحال واحد الصاعقة كبيرة. الأجواء داخل المؤسسة، قمنا في الصباح بقراءة الفاتحة ترحما على هذه الوليدات. تحتضن هذه المؤسسة 280 تلميذا ينحدرون من الدواوير التابعة للجماعة القروية ولاد حسون حمري. هنا تسجل نسبة التمدرس 95%، ضحايا أمس من التلاميذ الذين يشهد لهم بتفوقهم الدراسي. زدي القويزي ويوسف مداود كانوا من خير التلاميذ عندنا داخل المؤسسة، يعني دائما تيقوا بواجبات ديالهم سميتو، وهاد الوليدات حتى هما يعني الناس متوسطين هادو اللي توفاو. إنا لله وإنا راجعون. أجواء كلشي حزين، ما كانش وقعوها كلشي كيف كي. هاد الظروف اللي وقعت لينا تاخر العام، لا ما نعرفش نمشي نعزهم في مقبره، دفنهم نمشي نعزهم في المقبره دي. تضامنا مع زملائهم الذين لقوا حتفهم على سكه القطار، قرروا مقاطعه الدراسه والتوجه الى الدوار لمواساه عائله واقارب زملائهم.
نذكر بفاجعة بن غرير، 4 قتلى هم أطفال و16 جريحا، 5 منهم في حالة خطيرة. تلكم حصيلة حادثة اصطدام قطار بحافلة لنقل المدرسي. وقعت الحادثة مساء أمس عندما صدم القطار حافلة لنقل المدرسي في ممر سككي غير محروس على مستوى دوار سيدي كروم قرب مدينة بن غرير. على إثر هذا النبأ الأليم بعث جلالة الملك محمد السادس ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا المكلومة وإلى المصابين. جلالته أعطى أيضا تعليماته لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة والعلاج لأسر الضحايا وللمصابين، كما قرر جلالته التكلف شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا.